إليكم المشهد الآتي. في صيف سنة 92 أعلنت الكاتبة نادية عابد عن صدور كتابها الأول وجدانيات في زمن الجفاف. قراءها فرحوا جداً إنهم ممكن يلاقوا أي معلومات جديدة عنها، صورتها الحقيقية أو أي حاجة تدل على شخصيتها، لكن مفيش. قالوا طيب نستنى شوية، نستنى حفلة التوقيع بتاعتها عشان نقابلها. بس للأسف ده كان أول كتاب ملوش حفل توقيع ولا في تواصل بين الكاتب وجمهوره على الإطلاق، وده عشان تزود نادية عابد حيرة جمهورها أكتر وأكتر بغموضها. جمهور الكاتبة نادية عابد كان متعلق بيها جداً من خلال بابها في مجلة صباح الخير، والباب كان عنوانه شيء ما، واللي بتكتب فيه بقالها سنين وبقى ليها جمهور كبير قوي، ومتابعينها بيستنوا مقالاتها وبيبعتوا لها جوابات كتير تعليقاً على اللي هي بتكتبه في الباب، وكتير كانوا بيروحوا المجلة يحاولوا يقابلوها، بس كل ده كان بينتهي للأسف بالفشل. حاجة حلوة إن الجمهور يكون بيحب كاتب كده، بس الحاجة الوحشة إن مفيش نادية عابد أصلاً. نادية عابد كانت هي الكاتب والصحفي مفيد فوزي. الموضوع فيه أكتر من مشهد. أول مشهد لما سافر مفيد أمستردام وهو عنده 29 سنة. هناك اتعرف على سفير وبنته، وكانت بنته ساعتها اسمها نادية، كانت مصرية عايشة برة، وبعد ما قضى معها كتير في الرحلة أعجب بيها جداً وبدماغها اللي شاف فيها التمرد والجراءة وفي نفس الوقت الحفاظ على أصولها الشرقية. تاني مشهد لما مفيد فوزي رجع مصر ودخل على الأستاذ إحسان عبد القدوس رئيس تحرير المجلة وقال له أنا عايز أكتب مقال في المجلة. قال له ما أنت بتكتب مقال. قال له لأ، عايز أكتبه باسم واحدة ست. وإحسان عبد القدوس ساعتها عجبته الفكرة جداً وبدأ فعلاً في تنفيذها. الرسام المعروف جمال كمال بدأ يرسم صورة افتراضية للست اللي هيكتب باسمها مفيد فوزي واللي هتتحط في المقال، بس كان مشتت ومش عارف يرسمها ازاي، فسألوه هي اسمها ايه؟ وعلى طول استدعى مفيد فوزي نادية بتاعت أمستردام فاكرينها، وقال له على طول نادية عابد. المشهد التالت بقى لما بدأت مقالات نادية عابد تنزل وبدأ التفاعل الكبير مع مقالاتها بينها وبين الناس، والصحفيين مستغربين مين الست دي اللي دخلت كلت الجو منهم، مين دي وإيه أسلوبها الحلو ده؟ مفيد كان مخبي الموضوع ده خالص إلا على التلاتة أو أربعة فقط من أصحابه المقربين، وحتى زمايله في نفس المجلة ما يعرفوش السر ده إطلاقاً. وعشان يشتت الأنظار أكتر قال مفيد فوزي لعامل البوفيه إن مدام نادية بتيجي تسيب مقالاتها وتمشي، وكان عارف إن الكلام ده حينتشر بين الزملاء بسرعة، وقد كان فعلاً. بلسان نادية عابد كان بيتكلم مفيد فوزي عن الحب والحرية والخوف والقهر والجواز والطلاق، كل ده من وجهة نظر واحدة ست عصرية متمردة بتحاول تكسر قيود المجتمع المتحجر الجامد. وعشان كده نادية كانت شعبيتها بتكبر وبتجيلها جوابات أكتر وأكتر، منها جوابات من ستات عايزة تصاحبها ورجالة معجبة بيها وبتطلب منها مواعيد غرامية، ورجالة تانية بتطلب إيدها للجواز. كل ده طبعاً وهم ما يعرفوش إن اللي بيقرأ الجوابات دي هو مفيد فوزي. أصدر مفيد فوزي 3 كتب باسم نادية عابد، وكان بياخد الأرباح من الناشر على إنه يوصلها لنادية، وكتب باسمها مفيد فوزي مئات ومئات من المقالات، وقال على لسانها كل الآراء اللي كان عايز يقولها. تخيل قعد الموضوع ده قد إيه؟ 18 سنة. 18 سنة ومفيد فوزي مخبي سر نادية عابد عن كل الناس، لحد ما أعلن عن هويته وقال إن هو نادية ونادية هو. وكانت صدمة كبيرة قوي للقراء اللي تعلقوا بيها وبصورتها. قال مفيد فوزي إنه طلع بالتجربة دي بشوية حاجات عرفها عن الراجل والست، أهمهم إن الراجل بيعجب بالست الذكية بس ما يتجوزهاش، وإن الست دايماً أذكى من الراجل بدليل إنها بتقنعه دايماً إنه هو الأذكى.